أقول لكم إن أحياناً بتكون سبب من اسباب المشاكل ان احنا مش راضيين عن حالنا او مش راضيين عن شكلنا او صحتنا مش كويسه اه احيانا فعلا تبقى صحتنا مش كويسه متعصبين طول الوقت متضايقين آه عشان انا مش عارفه اتحرك كويس علشان انا مش عارفه ابقى في كويس اه على فكره الكلام ده كله احيانا بيأثر على شريك حياتي مش بس الموضوع بيبقى بسيط وعلى فكره في ناس مثلا ممكن تقولي انا راضيه بشكلي اهم حاجه في الدنيا ان انت او انت تبقى راضيه عن شكلك بس الاهم من الرضا عن الشكل الصحيح. إن أنت أو أنت لازم صحتك تبقى كويسة. خلينا متفقين إن أحيانًا. السمنه المفرطه بتعمل مشاكل كبيره جدا في الصحه زي مثلا بتبقى الحركه صعبه زي مثلا بتجيب امراض في القلب وحاجات كتيره جدا يعني خليني اقول لكم ان الموضوع ما بيكونش بسيط جدا مش بس موضوع شكل اهم حاجه عامه ان انا اكون راضيه عن شكلي وان انا اكون مبسوطه بس الاهم والاهم والاهم ان انا صحتي تبقى كويسه طول ما صحتي كويسه طول ما انا هعمل كل حاجه هقدر ابقى كويسه مع شريك حياتي على فكره الكلام ده للراجل والكلام ده للست مش بس للست ومش بس للراجل خليني اقول لكم كمان إن ان جراحات السمنه فتحت باب كبير جدا قدام حل لكل المشاكل دي لكن جراحات السمنه بتختلف اكيد من حاله لحاله وده اللي هنعرفه النهارده من دكتور عبد الرازق محمد استشاري الجراحات السمنه المفرطه والمناظير اللي منورنا في برنامج دعوه فرح اهلا بيك يا دكتور فرح اهلا بحضرتك ازيك دكتور خليني اقول لحضرتك ان احيانا فعلا بيكون في مشاكل كبيره جدا في الاسره بسبب ان طرف من الاطراف متعصب طول الوقت مثلا إن هو احيانا بيبقى وزنه زايد شويه وأحيانا إن هو بيبقى تعبان ومش قادر يعبر بده و... وناس بتقول لا أكيد ده مش سبب لمشاكل، بس أكيد. على الأرض الواقع هو ده فعلاً سبب لمشاكل يا دكتور؟ آه طبعاً السمنة المفرطة سبب لمشاكل كبيرة جداً سواء كانت مشاكل صحية أو مشاكل نفسية، معنى إيه؟ إن هي طبعاً السمنة بتسبب أكتر من 100 مرض. طبعا أكيد. ضغط سكر كوليسترول الام المفاصل الام العمود الفقري تاخر الانجاب عند السيدات وكمان بتسبب مشكله نفسيه كبيره يعني أكيد. دايما ستات كثيره يقولنا انا مش واثقه في نفسي انا مش عارفه البس كويس انا عندي مشاكل مع زوجي كل دي مشاكل بتعملها السمنه المفرطه لان احنا دايما بنقول ان العمليه بتاعتنا مش عمليه تجميليه يعني عمليات السمنه زي تكميم او تحويل المسار هي مش عمليات تجميليه هي عمليات صحيه يعني هدفها الرئيس ان احنا نوصل لصحه كويسه، اه طبعا شكلنا بيتحسن بنعرف نلبس كويس اكيد آه ولكن المكسب الاكبر ان احنا بنشتري صحتنا بجراحات السمنه. اكيد طيب انا عايزه ارجع بحضرتك بكلمه كده حضرتك قلت تاخر الانجاب، هو هل فعلا يعني السمنه المفرطه بت... 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 بتكون سبب ان الست تتاخر في الانجاب او ما تخلفش خالص كمان؟ اه طبعا دي مشكله كبيره جدا، يعني ستات كتيره بيقولنا ان هم وصلوا لمرحله خلاص تاخر للانجاب وانهم محتاجين حقن مجهري تمام وان مشكله تاخر الانجاب طبعا مشكله كبيره جدا أكيد. بتعمل مشاكل أكيد. زوجيه كبيره جدا فطبعا بيكون الحل هنا ان احنا ننزل الوزن عن طريق جراحات السمنه طيب هي ليه اصلا السمنه المفرطه بتعمل تاخر للانجاب؟ ليه بقى؟ اول سبب ان هي طبعا بتعمل خلل هرموني يعني تمام. زياده الدهون في الجسم بتعمل خلل هرموني كبير تمام. تمام تاني نقطه ان هي بتعمل طبعا تكيسات كبيره جدا على المبايض يعني معظم الستات اللي بيبقى عندهم سمنه وتاخر في الانجاب لما بنعمل لهم اشعه تلفزيونيه قبل العمليه بنلاقي ان في تكيسات كبيره في المبايض ففعلا دي مشكله كبيره جدا طيب ايه الشروط يا دكتور انا النهارده مثلا انا شايفه ان وزني زايد وبأثر على صحتي كمان طيب ايه الشروط تمام. ان انا اقدر ادخل اعمل عمليه اه دي حاجة مهمة جدا يا فرح أول حاجة إن لازم يكون معدل كتلة الجسم أو البي ام اي للمريض أكتر من 30، ده يسمح بإجراء عمليات السمنة، م. وإن يكون المريض ده جرب كذا نظام دايت قبل كده وما نجحش إن هو يوصل للوزن المثالي، م. يعني احنا طبعا ما بنبدأش بالعملية، يعني أزيد. العملية ما تكونش أول خطوة، ولكن بنبدأ الأول بنظام غذائي، بنبدأ بالرياضة، بنبدأ بتعديل اللايف ستايل بتاعنا، لو كل ده ما نجحش بتكون العملية هي الحل المثالي م. لزيادة الوزن أو السمنة المفرطة. يعني في خطوات قبلها اه طبعا مش اني بس اروح دكتور انا عايز اعمل عمليه النهارده وادخل عمليه لا لا هو وبعدين هم معظم البيشنس او العيانين اللي بيجوا لجراح سمنه خلاص بيكونوا استنفذوا كل الطرق دي مم. يعني تابعوا مع دكتور تغذيه وراحوا الجيم والكلام ده كله وما جابش نتيجه فهو لجا لجراحات السمنه كحل للسمنه المفرطه اللي عنده طيب ايه يا دكتور الفرق بين السمنه المفرطه والسمنه الموضعيه؟ اه دي حاجه مهمه جدا لان بعض العيانين مثلا بيجي لي وزنه 120 كيلو أو 130 كيلو ويقول لي انا عايز اعمل شفط دهون مثلا طبعا ده ما ينفعش في فرق بين السمنه المفرطه او السمنه العامه والسمنه الموضعيه السمنه الموضعيه دي دي بيكون مريض مثلا عنده 20 كيلو زياده او 15 كيلو زياده يعني الوزن المثالي مثلا بالنسبه له 60 كيلو هو وزنه مثلا 80 كيلو والدهون دي متركزه في مكان معين. في مكان معين زي البطن الارضيه في الكلام ده فدي بيكون حلها جراحات التجميل اللي هي الشفط والشد والكلام ده ولكن لما بيكون عندنا وزن زايد اكتر من 30 كيلو او معدل كتله الجسم اللي هو الوزن على مربع الطول اكتر من 30 او عندنا بقى بدا يحصل عندنا مشاكل صحيه بقى من السمنه زي الضغط والسكر والقلب والكلام ده كله ساعتها بنلجأ لجراحات السمنه انا بقى في سؤال متاكده ان السؤال ده عند بعض السيدات كده بيفكروا فيه انا كده كده داخله عمليه وكده كده هشيل وكده كده هعمل هل بقى ينفع وانا داخله اشيل الوزن الزايد اللي عندي اعمل نحت بالمره اه دي, دي مشكله بتواجهنا في العياده يعني مثلا مريضه تيجي تقول لي لا انا عايزه اخلص كل الليله على بعضها ايوه اللي هو لسه بقى ادخل عمليه تانية وادخل في ريكفري تايم والكلام ده كله اخلص مره واحده بقى هل فهل ده ينفع هي هي المشكله ان مثلا لو مريضه مثلا وزنها مثلا 120 كيلو وداخله تعمل عمليه تكميم معده لو عملنا مع عمليه تكميم المعده دي شفط او شد بعد ما المريضه دي تنزل وزن كفايه او توصل مثلا للوزن المثالي هيحصل عندها ترهلات ثانيه فلازم ننتظر لحد ما توصل للوزن المثالي ونشوف بقى لو في اماكن تجمع للدهون في اماكن معينه او اماكن معينه فيها ترهل واكثر مناطق ممكن يحصل فيها ترهل زي البطن والدراعين مثلا اه خلاص اه فدي ساعتها بنعمل لها حاجه اسمها طمي طق او شد او شفط بطن بعد كده لكن ولكن في نفس العمليه لا ما ينفعش هي <applause> <applause> هي مش حفله ما ينفعش كل حاجه في نفس وبعدين الوقت وبعدين ان احنا نعمل عمليتين ده طبعا بيبقى لود قوي على المريض او بتبقى فتره النقاهه طويله جدا مزبوط يعني فهل. كاننا بنعمل عمليتين في وقت واحد فده طبعا ما ينفعش كمان هيقعد وقت طويل جدا عقبال ما اه طبعا بيتعافى من العمليتين والافضل ان هو يوصل للوزن المثالي وبعد ما يوصل للوزن المثالي نعمل بقى اسسمنت او تقييم لحالته زي ما اه انت عايز بالزبط. بس دي عمليه ودي عمليه مختلفه بالزبط. تماما بالظبط بالظبط طيب دكتور احنا دلوقتي خلاص عملنا العمليه كل حاجه ايه بقى النظام بعد ما العمليه نجحت وخلصنا خلاص العمليه هل ارجع بقى اكل براحتي وكل حاجه خلاص ولا يبقى في خطوات او تعليمات اه معينه لا طبعا احنا دايما بنقول ان العمليه مش سحر يعني هي مش مش هتعمل عمليه بقى في الحياه وتاكل بس بتاكل بقى, بقى براحتي خلاص <applause> لا هي عامل مساعد هي طبعا بتقلل الشهية بدرجة كبيرة جدا لأن احنا بنستوصل حاجة اسمها هرمون الجوع فأنت بعد العملية أو أنت بعد العملية مش هتقدري أن أنت تاكلي أي كمية أكل كبيرة زي اللي كنت بتاكليها قبل العملية عشان المعدة صغرت؟ صغرت بنسبة 80% <applause> كمان أن احنا استوصلنا هرمون الجوع فإحساسنا بالجوع نفسه ما بقاش زي الأول <تصفيق> <تصفيق> تمام؟ وثالث وت حاجة أن احنا بنزود معدل الحرق فالثلاث حاجات آه. دول بيساعدونا ان احنا نوصل لوزن المثالي مم. ولكن في دور علينا في نجاح العمليه ان احنا نلتزم بالتعليمات بتاعت التغذيه بعد العمليه نلعب رياضه نعمل تغيير في اللايف ستايل بتاعنا للاحسن ناكل اكل صحي اكتر لا وده طبعا بيبقى سهل جدا في فرق بين الدايت دايما والعمليه الدايت ايه مشكلته ان احنا بنوصل لمرحله ان احنا خلاص بقى بنكتئب وبنرجع ناكل زياده خلاص بقى يعني بنخربها بمعنى صح وبنرجع بقى ايه زي ما كنا قبل الدايت آه العمليه ما ينفعش ان احنا نرجع لكميات الاكل اللي احنا كنا بناكلها اجباري انا مش هقدر آه عشان بالزبط. عشان خلاص معدتي صغرت هي هتوقفك يعني المعده هتوقفنا عند حد معين طيب انا عايز ارجع برده معاك في حته حضرتك قلتها ان اي حد بيعمل دايت او بيحاول دايما في الاخر بيسيب باكتئاب ايه السبب إن هو لا. منع نفسه من الأكل. لأن هو بيعمله من غير ما يغير اللايف ستايل بتاعه. بمعنى إيه؟ إن هو بيعمل دايت فقط ما بيحاولش إن هو يلعب رياضة، ما بيحاولش إن هو يتمشى، ما بيحاولش إن هو يعمل أكتيفيتيز جديدة في حياته، وده اللي إحنا بنعمله بعد جراحات السمنة إن إحنا بندخل معانا أخصائي نفسي وتعديل سلوك، إن هو يبدأ يشتغل مع المريض ده، يعني مثلاً في ستات كتيرة جداً ملهاش أي نشاطات، هي قاعدة في البيت طول الوقت. خلاص فالنشاط الوحيد بتاعها تقريبا هو الاكل او الطبيخ مزبوط. تمام فبنبدا نطلعها من السايكل دي مع طبعا مع الاخصائي النفسي ان يعني هي تبدا تقرا تبدا م. تتعلم تاخد اي كورس تتعلم اي حاجه بسيطه ممكن تعملها م. في البيت كل الكلام ده بيساعدنا ان احنا نوصل لوزن مثالي بسهوله ان شاء الله طيب يا دكتور لو ست مثلا عملت عمليه تكميم او تدبيس معده مسموح ليها امتى انها تحمل؟ بعد من ست شهور لسنه او احنا بنقولها بنبسطها لما نوصل للوزن المثالي طب ليه مش قبل كده أو اول حاجة, حاجه ان احنا لازم نستنى لحد ما ايه ما ننتظم في العادات الغذائيه يعني نبدا ناكل كويس تكون الفيتامينز بتاعتنا كويسه امورنا بقت كويسه لان طبعا الحمل نفسه بيعمل احساس قيء او ترجيع ومجهود الحمل آه. مجهود واعتقد بالزبط. انت تبقى لسه خارجه من عمليه فيبقى الموضوع صعب وجع المعده مع وجع بالزبط. معده الحمل ده موضوع ثاني خالص بالظبط فاحنا بناجله لحد ما نوصل للوزن المثالي م. وطبعا في وسائل منع حمل معينه بنستخدمها بعد جراحات السمنه مش اي وسيله حمل يعني آه آه. تاني حاجه ان احنا طبعا آه الحمل بيثبت الوزن يعني لو حصل حمل آه. مثلا بعد ثلاث او اربع شهور من العمليه الوزننا بيثبت لان هرمونات الحمل عموما بتثبت الوزن وبتعمل حاجه اسمها احتباس ميه في الجسم فبتثبت لنا وزننا فالحاجات دي بتخلينا ان احنا ناجل الحمل بتاعنا لحد ما نوصل للوزن لحد ما, ما نوصل للوزن احنا اجل طب احنا معانا صور دلوقتي يا دكتور على الهواء. ممكن حضرتك برضو تعلق لنا عليها ده هنا يا دكتور تمام دي بقى اللي هي قصص النجاح ان في مرضى كتيره جدا صراحة حياتهم بتختلف تماما بعد العملية يعني طريقة اللبس نفسها الثقة بالنفس آه طبعا طبعا يعني هي المريضة دايما أول زيارة بتقول لا يا دكتور أنا حركتي بقت أخف آه ثقتي في نفسي بقت أحسن طبعا كل الناس اللي بيشوفوها بيقولوا لها أنت خسيتي كويس أنت شكلك بقى أحسن فده بيديها دفعة كويسة جدا أحساس بثقة آه. والأهم على فكرة من أي حد يقول لها كده إن هي تبقى مبسوطة وحاسة إن حركتها بقت أخف وبتعمل آه حاجات أكتر وبتخرج أكتر آه طبعا ده أهم يعني هي الصورة جداً. دي المريضة هي يعني مش شرط ان احنا نقول اسمها يعني عشان برضه البرايفسي بتاعتها ولكن آه هي كانت يعني بعد العمليه شغلها اختلف تماما يعني اه ادائها في شغلها بقى احسن آه بقت آه واثقه في نفسها اكتر وهو ده الهدف الاساسي آه على فكره اه فده انعكس بشكل كبير جدا على شغلها ونجاحها في شغلها طيب اللي بعده اه أوه. ده حد برضه يعني هي الصوره بتتكلم واضحه هو جدا بصراحه يعني هو ده بعد عمليه اسمها السيسي دي عمليه حديثه برضه آه يعني قدر ان هو تقريبا يوصل للوزن المثالي في خلال اقل من سنه تقريبا ما شاء الله فطبعا في اختلاف كبير جدا في هو هي واضحه جدا بصراحه احنا بنحب دايما نعمل يعني نداري الوش على قد ما نقدر اكيد علشان خصوصية الخصوصيه طبعا يعني. طبعا مع ان هو مثلا في ناس ما عندهاش مشكله آه فطبعا آه بيبقى اختلاف كبير جدا وبيبقى فيه ثقة كبيرة جدا في النفس بعد جراحات السن اكيد والاهم انا برضو عندي دايما جمله اهم حاجه انا ابقى واثقه في نفسي اهم حاجه انا ابقى حابه شكلي بس الاهم من كل ده ان صحتك تبقى كويسه يعني أكيد. عادي مش معنى ان انت عندك وزن زايد شويه ان انت وحشه او اي حاجه نهائيا بس اكيد هتبقى حركتك اتقل اكيد هيبقى عندك امراض مزمنه مش شرط تبقى عندك وانت في سن صغير اكيد ممكن في الشغل ده ياثر عليكي نفسيتك هتبقى اوحش فطول ما انت صحتك كويسه هتقدري تعملي كل حاجه سواء انت وزنك زايد او وزنك حتى مش زايد اهم حاجه انت في نفسك بس لما تبقى صحتك كويسه ده دي بالنسبة لي أهم حاجة أكيد طبعاً أكيد <applause> معانا صورة تانية برضو دلوقتي على الهوا أهو ده دكتور هنا المشكلة كانت في منطقة البطن لا هي كانت سمنة عامة يعني م. هي مش سمنة موضوعية فقط ودي م. بعد فترة قليلة يعني بعد حوالي كمان سبع شهور بعد كمان سنة ممكن توصل لشكل أحسن من كده كمان يعني طب عايزة أه هنا برضو في لا آه هنا واضحة آه جدا بقى وده حد سنه صغير على فكره يعني أوه. يعني ممكن يكون سنه مثلا 20 سنه 19 سنه فما شاء الله يعني طبعا الثقه في النفس بتختلف اللبس بيختلف تماما اكيد بيبدأ اكيد بيبدا يلعب رياضه طبعا ما كانش بيلعب رياضه خالص بالذات في في الرجاله يعني مم. بيفرق معاهم مرة في موضوع. الرياضه صح؟ اه طبعا اه هنا واضحه جدا برضه أوه. الالوان مم. كمان اه طبعا دي اخر صوره معانا يا دكتور تمام بس بجد وبيبدا كمان وضحة. الستايل بتاع اللبس بتاعهم بيتغير بيختلف مظبوط <applause> لا واضحة جدا يا دكتور بس دكتور انا عايزة بقى سؤال تانى دايما معظم الناس اللى بيبقى وزنها زايد شوية بيبقى باخد بالى من منطقة معينة منطقة البطن حكي. بيبقى دايما فيها ازيد شوية من اى منطقة فى الجسم اكيد لان هي إيه الدهون اللي في منطقه البطن بيبقى فيها جزئين جزء دهو... عنيدة اه دهون داخليه يعني داخل تجويف البطن نفسه وفي دهون خارجيه تحت الجلد مم. فده بيدي طبعا مشاكل كبيره في النفس مم. في الحركه طبعا وفي الشكل وفي اللبس دي مشكله كبيره فدي طبعا العيانين اللي هم وزنهم مثلا 100 كيلو 110 كيلو اللي هي الاوزان اللي مش كبيره قوي مع الرياضه والالتزام بالنظام الغذائي بعد العمليه معظمهم ما بيحتاجوش عمليات شده شد آه وشط عمليات الشد او الشفط بتكون بقى في الاوزان الكبيره 150 كيلو أو 150 20 كيلو اوريدي اصلا بيبقى عندها ترهل من قبل العمليه يعني فعشان أو... كده ساعتها هنا بتضطر انها تدخل لعمليه ثانيه اه بعد سنه بقى مم. خلاص ال 150 كيلو 170 كيلو ما ينفعش قبل كده لا <applause> بعد سنه <applause> بعد ما توصل لوزن مثالي خالص لان يعني احنا <applause> لو عملنا عمليات شفط او شد قبل ما توصل لوزن مثالي بعد ما توصل لوزن مثالي هتترهل ثاني فكاننا ما عملناش حاجه طب دكتور ايه الحالات اللي ممنوع انها تدخل عمليه حتى لو وزنها زايد اه الحالات بقى اللي عندها مشاكل آه صحيه كبيره جدا زي, زي مثلا إيه؟ عنده مشاكل في القلب كفاءة عضلة القلب عنده ضعيفة جدا ما بتتحملش البنج كمان بالظبط ده بيبقى آه. فيه مشكلة لها علاقة بالتخدير. في مرضى معينين بياخدوا كورتيزون أو أدوية كورتيزون يعني بجرعات كبيرة جدا م. دول ما ينفعش إن هم يعملوا عمليات عملي. لأن بيبقى فيه خطر للتسريب مع أدوية الكورتيزون اللي هي بتتاخد بجرعات آه كبيرة. م. تمام يعني ولكن معظم الحالات ان شاء الله يعني حتى لو عندها بعض المشاكل الصحيه زي مشاكل الضغط والسكر والكوليسترول دي بنعرف نظبطها قبل, أبي العمليه أبي آه طبعا العملية. ولازم استشاري تخدير يعني أجهد. يقيم الحاله بالكامل استشاري قلب يقيم الحاله بالكامل احنا اهم حاجه عندنا آه. بس صحه الناس ولازم نبقى اهم حاجه بالنسبه حاجة. لها السياري. يعني فيه فيه في 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 بيشنتس او مرضى جوا للعياده قلت لهم خلاص العمليه ما تنفعكمش فعلا اه طبعا اه طبعا يعني حضرتك بقى بتبقى عايز تحاليل كامله عن الحاله اللي قدام حضرتك بالظبط عشان تبقى فاهم كل حاجه في حالات مثلا ممكن استشاري التخدير يشوفها يقول يفوت. لي لا دكتور عبد الرزق الحاله دي فيها ريسك كبير جدا ان هي مثلا تاخد تخدير طبعا احنا مش يعني مش معنى ان مريض جاي اللي عايز يعمل عمليه ان انا هعملها له لا اهم حاجه ان هو زي مثلا في مريض مثلا يجي يقول انا عايز تكميم وهو يناسبه تحويل مسار او او عايز يعمل تحويل مسار وهو يناسبه تكميم بتفهمه أنه ده لا لا طبعا مش يعني احنا ما بنعملش للمريض عايزه احنا بنعمل للصالح للمريض بالظبط دي دايما الكلمه دي بسمعها من اي دكتور شاطر انا مش بعمل المريض عايزه انا آه طبعا. بعمل اللي صح لصحته اه طبعا وهو ده وهو ده المفروض أكيد. يحصل لان المريض مش دكتور اكيد طبعا مظبوط آه يعني انا دوري ان انا اختار له العمليه المناسبه ليه وأديله كل الداتا او كل المعلومات قبل العمليه يعني افهمه مثلا عملية تحويل المسار انت محتاج تمشي على فيتامينز مدى الحياة يعني مينفعش يتفاجئ بعد العملية ان هو محتاج يمشي على مكملات غذائية خلاص ده. لازم يعرف الكورس بتاعه او الحياه بتاعته هتبقى عامله ازاي بعد, بعد كده, بعد كده العملية. عشان هو ليه حق الاختيار عشان كمان يبقى مؤهل نفسيا لكده مظبوط تمام وعشان كده دايما بنبقى حريصين ان في دكتور تغذيه موجود اخصائي نفسي وتعديل سلوك موجود من ضمن الفريق الطبي عشان نقدر نعدل العادات الغذائيه والسلوكيه بتاعه المريض ده مزبوط. ان شاء الله بعد العمليه ان شاء, إن شاء الله يا دكتور طب دكتور انا كنت سمعت معلومه كده طول عمري بس عايز اعرف هي صح ولا اي حد اقل من عن عن 100 كيلو ما ينفعش يدخل عمليه لا ده عمليه تجميل عمليه جراحات سمنه عموما جراحات سمنه أه تجميل اي حاجه تخص الكلام ده كله لا او تكبيس او تجميل أو دي معلومة أو كلام دي كله. مش صح تماما آه ليه لان احنا في مريضه ممكن يكون آه وزنها 100 كيلو وطولها 150 سم او 155 آه سم هي بتتقاس بقى بالطول آه هنا ساعتها اه بيبقى حاجه اسمها الوزن على مربع الطول او البي ام اي معدل كتله الجسم تمام فاللي طولها 155 سم وزنها 100 كيلو هي الوزن المثالي ليها تقريبا 50 او 55 كيلو هي هنا هي زايده 50 كيلو بالظبط الضعف تقريبا فده كتير ف... جدا لكن ما يجي لي مثلا مريض مثلا طوله آه مثلا 190 و... سم وزنه 100 كيلو اقول له لا العملية هنا مناسب جدا لا العمليه عب... ما تنفعش في الوقت ايوه ده. ايوه انا قصدي هنا الطول آه مع الوزن مناسب جدا فعشان كده احنا بنحسب حاجه اسمها البي ام اي او, او معدل كتله الجسم ده ده <applause> موضوع محتاج فعلا قرايه كتير جدا عنه اه طبعا طبعا ومحتاج دكتور يبقى عنده ثقه آه. وطبعا بيبقى في حلول تانية للعيانين اللي ما بيناسبهمش التكميم او تحويل زي والمصار. ايه بقى دكتور زي الكبسوله والبالون دلوقتي احنا بقى عندنا حاجه حديثه جدا اسمها الكبسوله المبرمجه او الكبسوله الذكيه للناس اللي الموضوع. هي عندها زياده بس 10 15 كيلو أو اوقات كتيرة يجي لي مثلا ست مثلا او بنت مثلا هتتجوز مثلا كمان شهرين او ثلاث شهور م -م. وعندها زيادة 10 او 15 كيلو وحاولت تعمل دايت كتير جدا وعايزة بقى تظبط فستان الفرح او كده تمام فبيبقى الحل حاجة اسمها الكبسولة دي بتتعمل في العيادة من غير اي بنج او تخدير خالص فعلا على طول آه, آه. آه. اه احنا عندنا حتى فيديو ممكن نشوفه بعد كده تمام آه ان هي بتبلعها بمية ازازة مية وجاست ان احنا بنعمل اشعة كده نطمن ان هي موجودة في المعدة وبعد كده بنملاها بسائل معين وخلاص بعد عشر دقايق تقدر تخرج من العيادة تروح بتفضل موجودة قد إيه في جسمها؟ أربع أو خمس شهور بس يعني الكويس قوي أو التكنولوجيا العالية اللي فيها إن إن المواد اللي مصنوع منها الكبسولة نفسها بتتحلل مع نفسها يعني مش محتاج أي تدخل جراحي نهائي خالص خالص يعني المريض بيعملها مثلا بعد عشر دقايق يقدر يروح بيته عادي فعلا طب أه أه أه. والبالون؟ البالون لا البالون لازم بقى بنخش عمليات وبناخد حاجه اسمها ابره منومه مش بنج كل يعني مش بينجي حاجه كده بنسميها سيديشن يعني مم. وبيخش بالمنظار مش فتحات عن, عن طريق البطن المنظار عن طريق الفم عن طريق الفم خلاص وبيدخل بالون بس البالون هنا مصنوع من مواد ما بتتحللش فلازم بعد ست شهور او سنه ندخل نفس العمليه آه. تاني عشان خاطر نشيلها اه بس دي بتكون حل للمرضى لل بقى اللي هم ي... اول حاجه اللي ما ينفعهمش مثلا جراحات سمنه زي المرضى اللي انا كنت بتكلم عليهم من شويه آه. اللي عندهم مشاكل في القلب آه. مثلا دي مزبوط. بتكون حل ليهم او الناس اللي ما ينفعهاش اصلا جراحات سمنه عشان وزنها ما يسمحش مم. عندها 10 15 كيلو زياده آه وطبعا مش عايزه برده تتعرض لتاثير آه البنج او الجراحات فده بيكون حل كويس جدا ودي تقريبا دكتور بتشيل كم كيلو الكبسوله اه يعني بتنزل من حوالي 10 لحد 20 كيلو ماكسيموم فده يعني وزن كويس بالنسبه للناس مثلا اه بالنسبه لحد مش قادر يعني ان هو يدخل عمليه او ما يدخلش العمليه بالظبط كده دكتور عبد الرازق انا بشكر حضرتك جدا وانا استفدت من حضرتك جدا واتمنى تبقوا حضراتكم استفدتم كمان واهم حاجه زي ما قلت لكم انتم تبقوا راضين عن شكلكم والاهم من الرضا عن الشكل انتم صحتكم لازم تبقى كويسه مئة في 100%